هرجع لكم تاني مع أخبار النادي الأهلي، ولكن نسأل أكتر عن منتخبنا الوطني هيعمل إيه قدام المنتخب الأثيوبي. حال منتخبنا الوطني في المباراة الماضية أمام المنتخب الغيني، تجربة الكابتن إيهاب جلال الأولى أكيد مع كابتن كبير من كباتن مصر، الكابتن الكبير كابتن طارق يحيى. كابتن طارق صباح الفل، مشرف ومنور حبيبي يا كريم. ازيك يا جميل؟ انت منور ومشرف حبيبي. أخبار حضرتك إيه؟ كله بخير؟ الحمد لله بابا، الحمد لله تمام. انا بالتاكيد هسالك بدايه عن التجربه الاولى للكابتن ايهاب جلال مع منتخب مصر، كان رايك فيها ايه وتقييمك ليها ايه؟ يعني هو طبعا الحكم على 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 ايهاب جلال ك ك ك كتوليه المهمه، هو مدرب كبير وربنا يوفقه ان شاء الله وكلنا في ظهره وبنسانده، مفيش شك كده. مدرب منتخب مصر بدري قوي الحكم عليه جدا، الراجل ماسك من 10 15 يوم بس، وفي نفس الوقت برضه يعني اول لقاء ما تحكمش عليه خالص تماما. لن يضيف اي شيء، ما يقدرش يعمل اي حاجه، هو اعتمد على التشكيله الماضيه على اللعيبه اللي كانت موجوده مع مستر كيروش. في نفس الوقت برضه ظل الاداء زي ما هو، بالعكس يعني كان اقل بكتير من الماضي. اداء اللعيبه كان مفاجئ بالنسبه لنا بشكل كبير جدا، ما كانش باين اي معالم لمنتخب مصر، ما فيش شخصيه منتخب مصر اللي كانت موجوده 86 و2006 و2010 و2008 فاهم، لا ما كانش موجوده خالص شخصيه منتخب مصر خالص. انت بتلاعب تيم المفروض انه بينافسك على لقب المجموعه، لان هو من الافضل، افضل من ملاوي، افضل من اثيوبيا. صحيح، ده وارد، وارد يبقى فيه الاداء بس مش بالطريقه دي. يعني ده الطريقه كانت صعبه جدا علينا، والاداء كان مش عايز اقول لك يعني اقل من المتوسط بكتير. ما اعرفش ايه الاسباب، ولكن هناك اسباب فنيه انا هتكلم فيها كراجل مدرب. يعني هو طبعا اولا طريقه 4 3 3 لا تصلح لمنتخب مصر. يعني من الاخر بس عشان نبقى عارفين ان 4 3 3 ثبت فشلها مع كروش. ما كناش بنروح لجون يا كريم، ما كناش بنوصل لجون، احنا وصلنا نهائي افريقيا بضربات الجزاء في الاربع ماتشات او ثلاث ماتشات اللي لعبناها. بمعنى انت تعادلت 0 0 في ماتشات كتير، صحيح بتلعب السنغال، صحيح بتلعب الكاميرون صاحبه الارض، صحيح بتلعب فرق قويه، ولكن احنا الفرقه دي كنا بنجيب بيها جونين وثلاثه لو تفتكر 86 و2006 و10 و8 والكلام ده كله. قدرات اللعيبه اللي كانت موجوده 86 و2006 و8 و10 مش زي القدرات الموجوده دلوقتي. قدرات دلوقتي مع احترامي وتقديري لهم على راسي من فوق اقل بكتير جدا من اللعيبه كانت موجوده زمان. ولكن يبقى زي ما قلت لك 4 3 3 لا تصلح. ليه؟ ما عندكش اللعيبه اللي بتلعب بوكس تو بوكس، مفيش في نص الملعب. انا هضرب لك مثال بسيط. اتفضل. ريال مدريد وما افضل من ريال مدريد دلوقتي في حاله التوهج اللي هو فيها، واخد دوري ابطال اوروبا، واخد الدوري الاسباني، عنده لعيبه على مستوى عالي، بيلعب بثلاثه ديفندر، مودريتش وكاسيميرو و توني كروس. برافو عليك. ماشي. الثلاثه دول مش ديفندرات طبعا، انت ادرى مني بالكره العالميه اكيد طبعًا. يعني لا، توني كروس ولوكا مودريتش هم بيعملوا اللي حضرتك بتقول عليه البوكس تو بوكس اللي هو 8 بتلاقي مودريتش بيشوط بيجيب اجوان، كروس نفس الكلام بيشوط بيجيب اجوان، فاهم؟ يبقى اذا 4 3 3 تصلح لريال مدريد مثلا، لكن لا تصلح لمنتخب مصر، لان ما عندكش انت نوعيه اللعيبه دي. او بمعنى اصح اللعيبه متحجمه. بمعنى اصح اللعيبه يمكن يكون نوع من انواع القلق او التعليمات الفنيه، سواء لكروش سواء لحسام البدري. شفنا الكلام ده كله في كوبر، احنا كنا مسمين منتخب كوبر منتخب صلاح. صحيح، جمع ولعب لصلاح. فاهمني؟ القصه دي ما زالت موجوده، ما اعرفش ايه الاصرار على الطريقه دي. طريقه منتخب مصر تعتمد دائما وابدا يا كريم على لاعب مهاري تحت راس الحربه. لازم، شفنا ابو تريكه، شفنا بركات، شفنا حازم امام، شفنا اقول لك مين ومين بقى تاني، اقول لك حسن عبد رب، وحتى لما كان بيلعب ديفندر شفنا محمد شوقي، احمد حسن طبعا في الجيل بتاعنا كان علاء ميهوب. فاهم؟ لعيبه كلها مهاريه بتقدر توصل المهاجمين للجول. انت ما عندكش اللعيب ده دلوقتي، او بمعنى اصح ما بتلعبوش. وكان واحد جامد قوي كابتن طارق ما بحبش انساه، بس عبد الستار صبري
طبعا ده سترة ده جامد جدا الحرفنه كلها. فانت ما عندكش، ما بتبدأش باللعيبه المهاريه. صح. المهاره الفرديه يا كريم بتفرق مع الافارقه. يا جماعه احنا طول عمرنا بنكسب بالافارقه باللعيبه المهاريه اللي عندنا. ماشي. وبالتالي هو بيلعب 4-3-3. لازم يلعب 4-2-3-1. ويبقى الثالث اللي هو جنب سي بقى اي حد على الوينج رايت او الوينج ليفت، يا يكون قفشه، يا محمد ابراهيم، مصطفى فتحي، اللعيبه اللي بتعرف تسلك مواقف. طيب انا ممكن اقول لحضرتك حاجه يا كابتن طارق. كابتن ايهاب جلال في المؤتمر الصحفي تقريبا عمل او قال اللي انت قلته ده تقريبا. هو مشي بالطريقه اللي كان شغال بيها كارلوس كيروش، مستلم المنتخب بقاله 7-8 شهور، مش عايز يحس اللعيبه اللي هو غير تغيير جذري من اول مباراه، بس تحس ان هو من اختياراته لا هيلعب 4-2-3-1. يعني هتلاقي قفشه، هتلاقي محمد ابراهيم، هتلاقي احمد حمدي، هتلاقي لعيبه كتير من اللي بيلعبوا رقم 10. يبدو كده ان هو هيدخلهم الفتره اللي جايه وهيغير طريقه اللعب تاني. لازم انا معاه هذا القرار، وقلت لك الكلام ده كله. دي نمره واحد. نمره اتنين، هو كان بادي بتريزيجيه. تريزيجيه اتصاب في الاحماء. صح. هو بدا بمين؟ بزيزو. صحيح. ما ينفعش. ليه؟ انا طالما تريزيجيه ربنا اداني هديه، استغفر الله العظيم، يعني مش هديه، يعني اصابه تريزيجيه تكون هديه، لا يعني لا. ربنا اداني حاجه اصلح بيها الكلام ده، اللي هي ايه؟ اصابه تريزيجيه، اروح حاضر مصطفى محمد وملعب مرموش وينج ليفت. خلصت. اتعدلت. هي اتعدلت لوحدها. العدله بقى الثانيه والمهمه جدا، انا مش مع صلاح يبدا هذه المباراه ابدا. كريم صلاح مخلص بطولة الدوري. هتقول لي انت ازاي وصلاح يا سيدي؟ انا مش عيب في صلاح. صلاح ده ايقونه، وانا اول واحد بدافع عن صلاح في كل لا، واكيد اهم لاعب في منتخب مصر، يعني مش واهم لاعب، وحاجه جميله جدا وكلنا فخورين بيه. طبعا كلنا فخورين، وحاجه جميله وفخورين بيه. لكن صلاح مخلص ماتشاته يوم 28. صح. صح. قعد 29 و30 و31 و1 و2 وجه مصر. هل في الخمس ايام دول قدر يتمرن؟ اكيد لا، لان هو كان عنده اصابه قديمه. صح. فاهمني؟ ما اتمرنش، كلها تدريبات استشفائيه، يبقى اذا المعدل البدني بتاعه ممكن ينزل وممكن يبقى فيه اصابه. دي نمره واحد. نمره اثنين، انا عندي زيزو ناحيه اليمين. فاهمني؟ هو مش شرط ان صلاح يبقى موجود يبقى يلعب. الا لو سليم ده احطه وانا مغمض. طبعا. انما انا شايف ان صلاح ما كانش يبدا هذه المباراه ويحتفظ بيه ايهاب جلال في دكه البدلاء لنص ساعه الاخيره، تلت ساعه الاخيره. ليه؟ لان ده جاي مجهد، وجاي اولا خارج من بطوله دوري الابطال، خارج من سباق الدوري الانجليزي في اخر 10 دقائق. فاهمني؟ مش اخر مباراه، اخر 10 دقائق. فانت بتتكلم في ظروف نفسيه كمان لازم كانت تتراعى في محمد صلاح، الاصابه وعدم تدريبات، عدم تأدية تدريبات بما فيه الكفاية مع منتخب مصر أو مع ليفربول لما خلص دوري الأبطال، وفي نفس الوقت الحالة النفسية. صحيح. كل ده كان لازم يراعى في القصة دي. كان أقعد مع محمد صلاح، يا صلاح أنت بكرة ما أنتش هتبقى موجود في البداية، ليه؟ أنت أنا شايف إن الدنيا مش حلوة، إصابة بتاع مش عارف إيه نفسيا. حتى لو صلاح قال له أنا مدرب وأنا ليه يعني عيون وليا رأي. فمعلش، حتى لو انت هتقعد مع صلاح وصلاح قال لك انا مصر ان انا العب، هتقول له لا انا مصر. طيب. ان ما تلعبش. كابتن طارق، نلعب بتشكيل وطريقه لعب عامله زي قدام المنتخب الاثيوبي. هتلعب بخط الظهر زي ما هو، ولو اني مش مع ايمن اشرف باك شمال. كان في محمد حمدي كان لازم ينضم في الفتره دي، لازم يجي محمد حمدي باك شمال مهاجم. ياسر ابراهيم كمان اتصاب، او عنده ياسر ابراهيم اتصاب. ما هو جاب بقى ومحمدي مساك بالظبط، وعنده وجاب احمد رفعت علشان تريزيجيه مش موجود. فانت بتتكلم في ايه؟ خط الظهر خلاص، اما وانه ما جابش باك شمال يبقى ما فيش غير ايه؟ ايمن اشرف. نص الملعب حمدي فتحي والسولية. يمين زيزو، قفشه او محمد ابراهيم، واحد فيهم لازم يبقى موجود. ومرموش في الشمال، ومصطفى محمد في راس الحرب. ده التشكيل اللي ممكن بيه تقدر توصل لمرمى اثيوبيا بشكل كبير، خاصه ان اثيوبيا مش هتلاعبها بثلاثه فندر. ما ينفعش انت بتلاعب السنغال ثلاثه فندر ماشي، تلاعب مثلا كاميرون ماشي، لكن ما تلعبش اثيوبيا بثلاثه ديفندر. صحيح. فلازم يبقى فيه اثنين ديفندر. صحيح. وقدامهم لعيب بلاي ميكر زي قفشه، زي محمد ابراهيم. فاهمني؟ عشان يوصلني المرمى، لان انا ما بوصلش المرمى يا كريم. احنا في الدقيقه اول هجمه حقيقيه اعتقد يعني في الدقيقه 35 او 37 من الشوط الاول. فاهمني؟ فانت بتتكلم في عدم وصول المرمى، ده
لافتقادنا للاعب المهاري او صانع الالعاب. هتقول لي انت طريقتك قديمه، لا هي مش قديمه، هي قدرات المنتخب كده. لا لا مفيش، هو بصراحه يعني مفيش دلوقتي خلاص، احنا شفنا في الكوره مفيش حاجه اسمها طريقه قديمه وجديده، كل الناس في العالم بيلعبوا بكل الطرق الممكنه، يعني اللي حسب امكانيات فريقك وحسب امكانيات لعيبتك، وده مفهوم جدا. هي مش 3 4 3 دي او 3 5 2 مش كانوا بيلعبوا بيها في الستينات وقال لك بطلوها وبتاع ورجع تاني عادي جدا. في انديه كتير ومنتخبات بتلعب بثلاثه. فهو ايهاب اكيد طبعا خد درس من الماتش اللي فات. صحيح. وانت كلامك مظبوط يا كريم، هو اعتقد ان اختياره لقفشه واختياره لمحمد ابراهيم ومعاه احمد حمدي كمان في مخيلته في المستقبل ان هم دول اللي هيبقوا موجودين. صح. تحت راس الحربة، وده شيء مهم جدا وشيء. صح. جميل اذا كان بيفكر كده. ليه؟ صحيح. منتخب مصر له شخصيه. صحيح. ما ينفعش انا ابقى رد فعل حتى مع غينيا. مفهوم. احنا رد فعل يا كابتن مع الكاميرون، مع السنغال، مع المغرب، مع اي فرقه من المنتخب، ازاي منتخب مصر الاكثر فرقه في افريقيا واخده هذه البطولات الافريقيه، وابقى انا رد فعل لهذه المنتخبات، لان انا مش عارف امتي، او بمعنى اصح بختار غلط، او بحط تشكيل غلط، او بلعب بطريقه عقيمه، او عارف بوظف اللعيبه غلط. او كابتن طارق معلش بقى ازود لك عشان انت لسه كنت قايل الكلام ده من شويه، او عارف امكانياتي بالظبط مثلا، يعني ممكن مفيش مشكله خالص، ممكن ابقى عارف امكانياتي مشكلة. فما بافورش قوي في امكانياتي وبامن ورا عشان الدنيا تبقى سهل. ما انت لسه حضرتك قايل دلوقتي انه الجيل دلوقتي مش زي اجيال قبل كده، فاحنا نتعامل مع الجيل. ما قلتش لا، بس انا يا كريم، انا منتخب مصر برضه لازم يبقى فيه شخصيه. صح. اصل انت لازم بص، الزمالك والاهلي اللي مخليهم مسيطرين على البطولات الافريقيه ايه؟ تاريخ الانديه دي، وفي نفس الوقت اللعيبه اللي موجوده والرغبه في الفوز. انا دايما عمري ما شفت الزمالك والاهلي في بطولات افريقيا كانوا رد فعل غير في ماتشات نادره. ما عشان احنا في الاهلي والزمالك دي قصه ثانيه بقى نبقى نتكلم فيها مع حضرتك لما تكون معانا، بس في الاهلي والزمالك احنا ما شاء الله بنحافظ على لعيبتنا قوي وما بنصدرهمش بره، باقي الانديه في القاره الافريقيه بقى يصدروا كتير، فاحنا لينا. برافو عليك، لينا دي نقطه مهمه جدا. احنا كنا بنلاعب منتخبات مش انديه. لا بالزبط. يعني انا في جيلي انا كنت بلاعب الصفاقس التونسي. في مثلا لعيبه بتلعب في منتخب تونس 6 7 لعيبه منتخب تونس. صحيح. بتروح تلاعب مثلا في نيجيريا بتلاقي 4 5 لعيبه منتخب نيجيريا. دلوقتي مفيش حد. بالظبط. كله محترفين. بالظبط كده. فعشان كده سيطرت شويه. الدنيا بتبقى اسهل للاهلي والزمالك على مستوى الانديه، لكن على مستوى المنتخب اللي بيواجه لاعبين كلهم في اوروبا تبقى الامور بقت اصعب عليه. بس برضه يبقى لازم يبقى لينا شخصيه. صح. لازم يبقى لينا اداء خلاف. ونبقى احنا فعل مش رد فعل. مفيش خلاف. كابتن الكبير كابتن طارق يحيى، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.